أهلا بكم. ترأس قداسة البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان قداسة جنازة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر بحضور عدد كبير من الكرادلة والأساقفة والأباء الكهنة وعشرات الألوف من المشيعين الذين توافدوا من مختلف بلدان العالم لحضور مراسم الجنازة. وخلال القداس تحدث الحبر الأعظم في عظته وقال: يا أبتي في يديك أجعل روحي، فهي الكلمات الأخيرة التي قالها الرب على الصليب. تسليم مستمر بين يدي الله، يدا للشفاء والرحمة ويدا للمسحة والبركة. وختم البابا فرانسيس عظته بالقول: يا بنديكتوس صديق العريس الأمين، ليكن فرحك كاملا في سماع صوت الله بشكل نهائي وإلى الأبد. Misericordia tua, Pater Clementissime, Papam Emeritum Benedictum committimus, quem Petri successorem constituisti et Ecclesiae pastorem, nuntium intrepidum verbi tui divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem.